من يراها اليوم بهذا الشكل المنكسر لا يصدق كيف كانت في الماضي. محطة سكة قطار الموصل والتي تأسست أربعينيات القرن الماضي لم تعد كما كانت بمنفعتها وقوتها سابقاً. أول رحلة بين بغداد والموصل كانت عام 1940، فكانت الشريان الحيوي لمحافظة نينوى بالكامل لنقل البضائع والمسافرين، توقفت عام 2003 مع اندلاع الحرب العراقية الأمريكية، ثم عادت لاستئناف عملها عام 2005 حتى العام 2012 لتوقفها العمليات الإرهابية آنذاك بشكل نهائي حتى يومنا هذا. محطة قطار الموصل تم بناءها في أربعينيات القرن الماضي، وتم تسيير أول رحلة بين بغداد والموصل عام 1940. استمر العمل في هذه المحطة لنقل المسافرين والبضائع لفترة طويلة، وكانت هذه المحطة هي الشريان الحي لمدينة الموصل لما لها أهمية في خدمة المواطنين وخدمة التجار وفي نقل البضائع والمسافرين. التوقف أصبح في 2003 كما تعلمون، وتم استئناف العمل بعدها في 2005 بنقل البضائع والمسافرين، ومن ثم التوقف الأخير كان عام 2012 بسبب الأحداث التي حدثت في مدينة الموصل والعمليات الإرهابية التي حدثت أثناء سير القطارات ما بين بغداد والموصل والموصل وربيعة. 185 شاحنة دمرها داعش بشكل كامل عند احتلاله المدينة صيف حزيران عام 2014، ليمحي ما تبقى منها من أدوات تنتفع منها المدينة والناس حتى تحولت إلى ركام لا نفع لها. من فات داعش طبعا خرب لنا المحطة هاي، 185 شاحنة، ما خلانا شاحنة واحدة عامرة، لا خلانا بوربرينات بيها، لا خلانا سبرنكات بيها، المكاين محركات عندنا أربعة كانوا يشتغلون على طريق الخارج، يعني يطلع على غازي عنتاب ويطلع على حلب وعلى القامشلي وعلى دير الزور، يودون قطارات نفط وبضائع، هم فلشونا هي. العم أبو سالار يستذكر أيامه عندما كان جنديا أبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، وكيف كانت هذه السكة تخدم الجنود آنذاك مجانا وتقدم لهم الخدمة الكاملة، مع حزنه الشديد لما وصلت إليه والاختلاف ما بين ماضيها وحاضرها. قبل كان أني كنت عسكري بأيام الثمانينات، قبل الثمانينات عسكري، نجي على سكة القطار نقز بطاقة قبل الحرب الإيرانية، يمكن 130 فلس أعتقد، نطلع بها لبغداد وهم نرجع بها من سفرنا. بس من صارت الحرب الإيرانية كان للعسكريين بلاش، تقريبا صار لي 20 سنة يمكن ما شايف السكة مال القطار، وأتمنى يرجع أحسن من قبل. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.